السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في مطبخ سويلة. اليوم ان شاء الله نحضروا واحد العصير اللي يستاهل وبنين. هم اول حاجه كنشفتوا السكر ديال الحليب، كنوضعوا في خلاط الكهربائي، وغندير جوج البنان يكون كونجلي، وندير جوج مشماشات اللي كيكونوا تاهما في الكونجيلاتور، ونطحنوا الكل. السكر على حسب الذوق، انا هنا غندير معلقه فقط، انا ما كنكثرش الحلاوه في السكر في العصير عفوا. نرجع لكم من بعد اخواتي. كنحصلوا على القوام هذا اللي كيجي زوين وكيجي خاطر، هانتوما كيجي عاقد و ما تطحنوش بزاف، خليو داك الحبيبات ديال المشماش والموز يبانو. هانتوما